مرة جعان مرة جعان، إن شاء الله في أكل إن شاء الله، والله ما في ولا أكل في الثلاجة. يبغالي أروح المطعم وأخذ لي أكل لأني والله مرة جعان. تسمعون صوت بطني؟ والله بطني لها صوت مرة ما عاجبني أنا. لعشان كذا بروح للجراج حق الأسطوري. تقولون لي في ناس ما شافوا الحلقة، ما شافوا الحلقة اللي قبل، يقولون وين الجراج يا لويجي؟ وين الجراج؟ ما تدرون إن هنا في جراج، هنا في ذي المنطقة بالضبط في جراج سري. مستعدين أوريكم؟ شوفوا 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 كيف، شوفوا الزر هذا، في زر مخفي هنا، نتأكد ما في أحد يراقبنا، ولا شرشبيل ولا ماري ولا أحد. كويس كويس، اضغط الزر، بوم، شفتوا كيف انفتح الباب حق الجراج السري؟ وحلا والله. وإيش السيارة اللي اليوم باخذها لعشان أروح البقالة وأشتري؟ فكروا معاي. الباص، والله الباص كويس، لأنك تقدر تحط فيه المقاضي كلها، أحط فيها خبز وفيه أشياء وفيه مكيف، يعني ما تخرب الأغراض إن شاء الله. ولا السيارة المكشوفة هذه سريعة، لكن مشكلتها لا 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 يا حبيبي، السيارة مكشوفة والصفرة يجي مطر بعدين يخرب الأكل، مشكلة. ليش؟ ها؟ أنت شابك جابك هنا، يلا يلا رهيب يا اخي ما شاء الله. انت خلاص بس عرفت الجراج السري حقي، صرت تجيني كل يوم لما افتح الباب اسمع كل المفاتيح معي. ما في ما راح اخذك معي، انا بروح اصلا سيارتي الجديده، سياره الفيراري الاسطوريه، السياره الخضراء دي مفتاحها. ما في ما راح اديك ولا مفتاح ولا شيء، باخذ السياره بشيلها اصلا معي، بشيلها معي. اسمع اطلع ولا بسكر عليك الجراج، بسكر عليك الجراج. يلا خلاص الحين سكرنا الجراج. واسمع يا ويلك شرشبيل ولا سنفور يعرفون على الجراج حقي، لاني بزعل منك ترى، والله بزعل منك. خلاص اسمع، انا بعدين خليك تدخل الجراج تاخذ سياره على كيفك بعدين، بس الحين انا مشغول عندي شغل لازم اروح بسرعه. يلا مع السلامه يا اخوي ماريو، اشوفك بعدين. خلينا بسرعه نروح الان للبقاله ونشتري الاغراض كلها، لان هذه السياره الحمد لله مغطاه من فوق، ونقدر بعد ايش تكون سريعه جدا، نقدر نروح ونجي في دقائق. هذا اخوي الحمد لله انه راح، الحمد لله. هذه فرصتي الان اني اشوف الجراج يا حبيبي. هذا اللي يفتح صح؟ بسم الله انفتح. لا والله هذا اللي سكره. وين كان الزر؟ كان هنا، شفته هنا يسوي. ايوه هذا الزر يا حبيبي، اهلا بالجراج الاسطوري. واه في خفافيش، والله شيء اسطوري. دقيقة يا رب يمديني اشغل السيارة. بسم الله اشتغلي، تكفين يا ربي يا ربي، احتاج مفتاح. ولا السيارة تشتغل، معقولة ولا السيارة تشتغل؟ انت يا سيارة تكفين اشتغلي. وين حاط المفاتيح ذا؟ شايل المفاتيح كلهن، معقولة حاطين بالزاوية؟ حاط هنا بالصورة. يا ربي يا ربي، والله انا خايف انه يجي، خايف انه يجي. خلني اهرب بسرعة. يلا روح البيت يا حبيبي. لا لازم اسكر صح قبل لا يشوف انا مفتوح. بسم الله سكر. ايه الحمد لله سكر. والله اني تعبان، ودي اكل صراحة، وشهاني على الاكل، يقول لي روح مطعم بدوني. والله لو وري، خليني اروح اكل من مطعم برجر يا حبيبي. بتروح مطعم ها؟ بتروح ماشي يا حبيبي. ما في دباب، خلاص انا ما عندي دباب، احتاج هذا الدباب يصير دبابي، بس لازم اغير الصبغه خليه يكون اصفر ذهبي زي اسطوره. تكفى جيب الدباب حقي، والله وريك والله. انزل شرشبيل، يا ربي يا ربي، شرشبيل راح، شرشبيل راح. والله وري والله، لازم اجيب لي كراج. انا زي اخوي، ما ينفع كذا يا اخي، ما ينفع. كل يوم يسرق مني، كل يوم يسرق مني. القرية هذه كلها حرامية. والله نسوي كراج، والله بطلب من أخوي لويجي علمني. لويجي ما راح يعلمني، بيقول لي بتقلدني. يا ربي شسوي، لازم أنا أسوي من نفسي، لازم أنا أسوي كراج ماريو من نفسي. بتشوفون الكراج الأسطوري الآن، بتشوفون. بسم الله ببدأ أسوي هنا في هذه المنطقة، بروح أجيب الشفل حقي هذا ووريكم، بتشوفون. يا حبايبي ابشركم، جبت كل شيء، الفواكه كلها والخضار، وخلينا نرجع البيت طيران يا حبيبي. والله السياره مره سريعه، وخر يا الخنزير وخر، ترى بدعس كل شيء قدامي يا حبيبي. خلينا نوقف هنا بشويش ونرجع بالضبط هنا، لان بنفتح الجراج وننزل السياره حقتي الاسطوريه. بس اول شيء بحط اغراضي كل
كلها وين؟ في المطبخ حقي يا حبيبي. أبوريكم الجبد جبد أشياء مرة كويسة، والحمد لله خلاص أخذ المفتاح معي عشان شرشبيل ما يجي ويسرق السيارة حقتي. شوفوا جبت الجميع أنواع الأكل كذا يا حبيبي، تفتح الثلاجة ونفسك تحس أنك مرتاح. ليه؟ لأن في أكل كثير. وهذا الكيكة بعد ما نأكل الحلي في الكيكة الجميلة هذه، هذا أعزم أخوي ماريو. والله أخوي ماريو مسكين، لازم أروح وأعزم أقول يا ماريو تعال إلحق يا حبيبي جبت أشياء جميلة. ماريو ماريو إيش تسوي؟ ماريو ماريو سلام عليكم سلام عليكم. وعليكم السلام. ولا شيء والله انا خايف من ماريو اللي برضه يقلدني في الجراج حق الجديد، لاني شاف عندي جراج خلاص راح يسوي جراج زيي. مشكله بعدين، خلينا الان بسرعه ناخذ السياره ونشيلها عشان ما حد يشوفنا. ما ابغى احد يشوفنا شرشبيل، انا اخاف منه والله والله اخاف منه انه يكشفني. عشان كذا بسرعه افتح الجراج يا حبيبي وادخل على السرير ووطي السياره هنا. ممتاز يا الويجي. شرشبيل سكر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وين الشكل جاي؟ بسم الله يا ذو هذا والله شكله. وعليكم السلام. الله هذا دباب ماريو. وش تسوي بدباب ماريو؟ اداني يا ماريو، قال لي خذ هديه مني لك يا شرشبيل. ما راح اشيله معايا هذا، ما راح اشيله. وقف، هذا دباب اخوي انا. عارف حرامي والله. ما رد داعي، تعال مخر والله بدك اياه. والله انت حرامي. عرف والله وريك والله اسرق منك بعدين بالجو. ما راح تقدر تسرق مني. والله مشكله شرشبيل، انا عارف دائما يسرق من اخوي ماريو، لازم اروح اساعد اخوي ماريو. مسكين دبابه، هذا معروف دباب ماريو 100% حق ماريو. لازم اروح اسال، هل انت اديت شرشبيل ولا لا؟ بوم يا حبيبي خدمتين. سلام عليكم ماريو انت مضيع الدباب حقك يا اخوي ماريو. هذا الدباب مضيع. تعال بسم الله الرحمن الرحيم. خذ الدباب الدباب لازم تدسي يا اخوي ماري عشان ما حد يسرقه. يا اخي وين بدسه؟ تحسب عندي كران زيك وانا دسه؟ الدباب معاك بس والله بعد شوي برجع اسرقه منك. وين بتخبي يعني؟ وين؟ خلاص يلا امشي روح بيتكم. بتشوف يا اسمع ماري، انا عندي اقتراح. وش رايك تحط الدباب عندي في الجراج عشان ما حد يسرقه؟ ها علمني. خلاص اجل يلا تعال ماري. عندي فكره احسن من الجراج حقك. وش الفكرة؟ علمني. والله ما أدري وش عندك فكرة. وين متى بتحطه؟ يعني بتحطه في بيتكم؟ أوه والله فكرة كويسة. ما راح أحطه في بيتنا، عندي شيء أحسن من بيتي وأحسن من كراجك. بتشوفه بعد شوي إن شاء الله. طيب. والله ما أدري ماري إيش بيسوي، لكن عادي ما في مشكلة. أنا أبغى أروح أشوف حلقة جديدة من كرافتر يا حبايبي، وأرجع لماريو بعدين ونشوف وين بيحط الدباب حقه. والله إني خايف إني يقلدني يسوي جراج، بس ما راح يسويه أخوي، أعرفه ما راح يسويه أبداً. دحين خلينا نعيد الحلقة الأسطورية لما اشترينا السيارة الفخمة. يا سلام، والله استمتعت. أبى أشوف حلقة ثالثة ورابعة وخامسة. لازم نشوف كل الحلقات يا حبايبي، لأني الصراحة ودي أشتري سيارات زيادة وأحطها في الجراج حق الأسطورة، أفضل جراج في العالم. الويجي. بوريك شيء مهم يا اخوي، انت تحب العسل ولا تحب القمح؟ علمني. احب القمح والعسل لانه اسوي فيها الخبز الذهبي. تدري الخبز الذهبي فيه من مكونات العسل؟ بس ما راح اعلمك وش كيف تسوي، ما راح اعلمك ابدا. قلت بوريك شيء يا ابو قمح وعسل. ما شاء الله عليك، وش مسوي؟ ايش عندك اليوم انت؟ والله مسوي شيء بيفاجئك وبتفرح وبتزعل برضه. تعال اوريك. بزعل؟ لا ما ابغى اشوف. اذا بزعل تعال بتزعل، ما قصدي بتفرح. طيب يلا جايك. وش سويت؟ ما شفت اي حاجه. باك تنظر ورا، نظر ورا. طيب يلا بنظر ورا. خفطيح سوي فينا مقلب يا اخوي. لا ما سوي فيك. طيب خلاص قرب. بسم الله احسن. بطيح في حفره. لا وقف. خلاص يلا. واحد اثنين ثلاثه. ايش رايك في جراج ماري الاسطوره؟ وش سويت انت؟ سويت قرار زي
هذا الكراج حقي الرهيب يا خوي. ما شاء الله عليك، وش هذا؟ هذا وشه؟ وش القبة حقتك طارت من السماء؟ ماريو البطل، وهو قاعد يرفع من الدباب حق الغزالة كذا على كف واحد. ما شاء الله تبارك الله، والله حط سيارتك وحط حركات. ليش؟ ليش تسوي كذا؟ ليش؟ علمني علمني، ليش تسوي كذا؟ ليش تقلدني انا؟ ليش تقلدني؟ انا سويت كذا عشان شرشبيل شكان يسرق مني الدباب حقي. لا لا لا، عشان انا سويت قراج، انت رحت سويت قراج زيي. انا اعرف اعرف. والله 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 زلان زلان زلان، ما ابغى قراج، ما ابغى قراج. طيب ابغى ايش تسوي لي الباب السري؟ الله يخليك. تبغى الباب السري عشان تخفي القراج وشرشبيل ما يسرق منك؟ هذا مكلف يا حبيبي. ليش اساعدك وانت تقلدني؟ ليش؟ علمني علمني. لا يا اخوي تكفى، والله انا اسف. تديني دايموند؟ تديني دايموند؟ تديني دايموند؟ دايموند كثير. ما عندك شيء دايموند؟ خذ بيكاكس. طلق الفرد ذا، خذ طلق الفرد. ما ابغى، ايش ابغى فيه؟ خذ البيكاكس روح جمع الدايموند واسوي لك اياه، ما في مشكله. اكلم عمنا قراوي، قصدي انا اسويه بنفسي، بنفسي اسويه. طيب ما عندك مشكله. طيب تحرس 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 ال ها؟ انا قلت عمنا قراوي. لا لا لا، ما قلت عمنا قراوي. اديني البيكاكس حقي بسرعه، اديني اياه. بروح اجيب لك دايموند، اجيب لك دايموند. طيب طيب خلاص، روح جيب لي الدايموند، روح جيب لي الدايموند. انا بحرس الكهف حقك هذا، ما ادري وادري ايش مسوي لي هنا، مسوي لي كهف. احرس احرس، الله يخليك يا رايح. طيب طيب، والله قام يقلدني، مسوي له مقر وحركات. شوف السيارة صراحة، هذه السيارة مرة حلوة، انا عجبتني. ابغى اشوف الشنطة وش فيها. والله حاط اشياء ما شاء الله. اوه شوف النور حقها، مشغل غماز غمازات يا حبيبي. والله السيارة حقتي الصراحة حلوة هذه، بس خلينا نسكر الباب. وش ناخذ؟ هو دائما ياخذ مني، عشان كذا ودي اخذ السيارة ذي في لفة يا حبيبي. بنروح المكان جديد. اوه والله السيارة هذه يسمونها سيارة كلاسيك يا حبيبي. اوه وش الطيران ده؟ بسم الله بسم الله بسم الله، الله يستر. والله جبت العيد، والله جبت العيد يا ويلي من ماريو. وش سويت انا؟ بحط الشاشبين في الشاشبين. وين الشاشبين؟ الشاشبين الشاشبين، وينك الشاشبين يا ربي؟ كل من الشاشبين هذا، ما انا انا ما سويت شيء. وينك الشاشبين؟ شاشبين. والله والله ما ادري وش اسوي مع ماريو. يبغى لي بسرعه اروح اكلم 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 شاشبين. هذا هو شاشبين، شاشبين تعال وقف. ستوب 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 ستوب، ما شاء الله جيت، كويس انك جيت، انا من اول اناديك. وينك يا اخي؟ وينك؟ علمني. انا سمعتك تنادي تنادي من بعيد وجيت، وش السالفه؟ انا بسالك انت، ليش تصدم سياره ماريو؟ كيف تسوي ما زي كذا؟ ها علمني، ما ينفع كذا، هذا الكلام ما ينفع. والله يا اخي ما ادري يا ولد، والله ما ادري، يعني انت قاعد تتكلم بشيء غريب. بعدين السياره ايش فيها كذا هذه؟ يا ويلك يا شاشبين، ليش تسوي زي كذا بسياره ماريو؟ علمني. انا ما سويت، مو انا ما سويت كذا. كيف مو انت ما سويت زي كذا الا انا؟ ما ادري، انا جيتك وشفتك كذا معلق السياره. لا مو انا، هذا انت يا شاشبين. يا ويلك من ماريو. والله والله يا ويلك يا ويلك ماريو. طيب؟ ما ادري، ما تعرف تسوق؟ ما تعرف تسوق؟ ما تعرف تسوق؟ يا اخي ما ادري ما ادري والله. حتى اللمبه كسرتها. طيب كسرت اللمبه. شوف طيب، وش السؤال الان؟ وش السالفه؟ السلام عليكم. السلام عليكم، اسمه يا ماريو، انا اشرح لك كل شيء. هذا هذا مين؟ هذا شرشبين. ايوه شرشبين شرشبين. يا ولد والله كنت يعني اسوق، بس ما ادري ايش صار، ما ادري ايش صار. صدق صدق صدق. ايوه شرشبين شرشبين. اوريك والله اوريك يا شرشبين، والله اوريك شرشبين. اهرب اصبر. لا شرشبين اهرب، شرشبين اهرب. الولد اهرب، والله اوريك. خلاص خلاص ماريو 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 ماريو، انا اسف انا اسف ماريو ماريو. اسمعني ماريو ماريو ماريو، سامحني يا ماريو ماريو، سامحني ماريو. والله شكلي جبت العيد، المفروض بأكذب عليهم. يا الله يبغى لي خلاص بسرعه اصلح سياره ماريو، الله يستر. والله جبنا العيد فيها بسرعه بسرعه، خلينا نحاول نرجعها ان شاء الله تضبط. اي كويس كويس، ابغى ارجعها. ولك ان شيء صار ابدا ابدا، لاني انا المفروض اني ما اسوي زي كذا، وراح اساعد ماريو ان شاء الله بعدل الجراج حقه. بس ابغاكم تكتبوا لنا وش الافضل، جراج ماريو ولا جراج لويجي؟ ويعطيكم العافيه على المشاهده، لا تنسون اللايك والاشتراك، مع السلامه.